نشرة أخبار السادسة من يو تي في، أهلا بكم. أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لستة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي والمقدم من لجنة الأمن والدفاع بعدما رفع جلسته التي عقدت اليوم. وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن القانون يهدف إلى استحداث جهاز للأمن الوطني يتولى استخدام الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق علمية وفنية ومنهجية واضحة للمحافظة على الدولة من التهديدات الرامية إلى النيل من كيان الدولة وأمن المجتمع واستقراره، فضلا عن تنمية مصالحه الأساسية بالتعاون مع أجهزة الدولة، إلى جوار وضع إطار قانوني للأنشطة الاستخبارية والأمنية بما يحفظ احترام حقوق الأفراد. تأسيس جهاز أمن وطني متكامل يعمل على التصدي والحلول دون ارتكاب الجرائم الماسة بالأمن الوطني، وأخذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والضرورية والعمليات الاستباقية ومكافحة الإرهاب بأشكاله كافة. المادة 4، يهدف جهاز الأمن الوطني إلى تحقيق ما يلي: أولاً، حفظ الأمن للمواطنين والأفراد والمنشآت والمحافظة على النظام العام والمصالح الوطنية وأخذ التدابير والإجراءات والوسائل الأمنية والجهد الاستخباري لمنع أي نشاط داخلي معادل والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تهدد الأمن الوطني والمحافظة على أمن واستقرار المجتمع. ثانيا، توطيد النظام العام للدولة والمحافظة على تحقيق أمن المواطنين والأفراد والمنشآت ذات الطابع الاستراتيجي وحماية المصلحة الوطنية. بعد تجاوزه القراءة الأولى في البيت التشريعي، قال أعضاء في مجلس النواب إن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني سيقوي الأجهزة الأمنية بالرصانة القانونية ويحمي أعمالها من التأثيرات. 4 جلسات نيابية خلال أسبوع واحد، منها جلسة اليوم، وفيها قرأت مشاريع 6 قوانين قراءة أولى، أبرزها قانون جهاز الأمن الوطني. وبعض القوانين هي ليست بالمهمة جدا، ولكن قانون جهاز الأمن الوطني مهم، ولا بد أن يكون هناك قراءة أولى وثانية ومراجعة هذا القانون ليكون هو الأساس لعمل هذا الجهاز الأمني. تكمن أهمية القانون باعتبار جهاز الأمن الوطني مختصا بقضايا تختلف عن وزارة الداخلية والدفاع كالمخدرات وغسيل الأموال وغيرها، حيث سيسمح باستحداث جهاز يستخدم الوسائل الاستخبارية والأمنية بطرق فنية ومنهجية، فضلا عن تأطير عمله بقانون يضمن حمايته من أجل دعم أجهزة الدولة الأمنية أمام مختلف التحديات وتوفير مساحة قانونية يتحرك في حدودها. العديد من الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية تحتاج إلى أن يكون لها قانون لها، فهذا الأمر سوف يقوي هذا الجهاز ويجعله بذات رصانة وبذات صيغة قانونية وصبغة قانونية، يضغي عليه صبغة قانونية لكي لا يكون هناك تأثيرات على عمله وأدائه وكذلك عدده وتأسيسه بشكل صحيح. إصرار نيابي على استكمال مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة للتوجه لاقتراح قوانين أخرى من قبل البرلمان في وقت وصلت فيه القوانين المعطلة خلال الدورات السابقة إلى أكثر من 170، يحاول المجلس استكمالها خلال الفصول التشريعية المقبلة وعدم ركنها إلى زاوية التأجيل. علي أسد، يو تي في. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، أكد على احترام سيادة العراق ووضع حد للقصف والهجمات التي يتعرض لها. وذكر بيان لحكومة الإقليم أن بارزاني التقى بلاسخارت وبحث معها الوضع في العراق وتطوراته في المنطقة، فضلا عن أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بين بغداد وأربيل بموجب الدستور والمنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.
قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا. اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قال في بيان إن المجلس اجتمع برئاسة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وقرر تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات لتمكينها من إنجاز مهامها، فضلا عن المناورة بالموارد البشرية لتعزيز المخافر الحدودية. وأضاف البيان أن تنفيذ القرارات السابقة سيكون عبر التنسيق مع حكومة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية حدود البلاد. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن إنجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة يشكل أولوية في المنهاج الوزاري للحكومة. بيان حكومي ذكر أن السوداني ترأس اجتماعا للجنة الأمر الديوانية الخاص بمشاريع المستشفيات المتلكئة، وفيما أشار إلى عزم الحكومة على إيجاد الحلول السريعة لجميع المشاريع الخدمية المتلكئة التي ترتبط مباشرة بالحاجات الملحة للمواطنين، شدد على أن المسؤولية تقتضي العمل على تقديم الحلول المناسبة وسريعة وعدم الاكتفاء بتقديم الأعذار عن أسباب التلكؤ والتأخير، موجها بعقد اجتماع ثاني الأسبوع المقبل مع دراسة وشرح تفصيلي لكل مشروع وسبل إنجازه في سقف زمني محدد وواضح. وجهت وزارة المالية باستمرار دوام موظفي دائرتي الموازنة والمحاسبة ليومي الجمعة والسبت للإسراع في إكمال إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الثاني. وذكر بيانا للمالية أن الوزارة بصدد إجراء عمليات تدقيقية شاملة لبعض وحدات الإنفاق للوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تأخير إطلاق تمويلات الرواتب لبعض الوحدات نتيجة تأشير حالات تجاوز في الصرف. ولفت البيان إلى أن الوزارة مستمرة بحصر حالات التجاوز المؤشرة وفقا لإجراءات تسير بانسيابية عالية، مؤكدة التزامها الشديد بإتمام جميع استحقاقات الموظفين بحسب التوقيتات الزمنية المحددة. إذن ترقب وانتظار يسود البرلمان بالتزامن مع رفع وزارة المالية حالة التأهب لموظفيها من خلال زيادة أوقات العمل وإلغاء عطلة نهاية الأسبوع لإكمال المشاريع قبل نهاية الأسبوع. جهد يسابق الزمن لغرض إقرار موازنة البلاد قبل نهاية العام الجاري في مجلس النواب. أعضاء المجلس متهيئون للتصويت وبانتظار وصول مشروع القانون من وزارة المالية، خصوصا مع تعطل معظم قطاعات الدولة نحو سنة بسبب تأخر إقرار موازنة عام 2022. سألناها قلنا لها الموازنة هل جاهزة إلى أن ترسل إلى مجلس النواب حتى يتم إقرارها وتشريع قانونها؟ قالت لحد الآن ما كملت هذه الموازنة، وإذا كملت الموازنة إحنا على قدم وساق وكل المكونات مستعدة إلى أن نشرع هذا القانون، لأن صراحة نحتاج. تفاؤل كبير بقرب التصويت على قانون الموازنة، خصوصا مع إجراءات وزارة المالية لإكمال متطلباتها بأسرع وقت من خلال زيادة ساعات دوام العاملين والدوام كذلك أيام العطلة الأسبوعية. الوفرة المالية عامل تفاؤل آخر، خاصة مع إمكانية توفير المبالغ اللازمة للوظائف ورواتب الرعاية الاجتماعية وغيرها من احتياجات دوائر الدولة. توجد وفرة مالية كبيرة لمعالجة الملفات الخدمية وكذلك الدرجات الوظيفية، وخصوصا أنه سوف تتضمن موضوع الرعاية الاجتماعية، الحماية الاجتماعية للمواطنين اللي توصل أكثر من 2 مليون. ومع إقرار الموازنة المفترض قبيل نهاية العام الجاري، تنتظر الحكومة عددا من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي لغرض تنفيذها، والتي ستشكل انتقالة فارقة في واقع الاقتصاد المحلي للبلاد.
حيدر البدري، يو تي في، بغداد. خلال برنامج الحق يقال، قالت عضو مجلس النواب سروى عبد الواحد أن هناك تداخلا بين القوانين النافذة ومشروع قانون جرائم المعلوماتية، مبينة أن الوقت الحالي غير مناسب لتشريعه. أكو تداخل بين القوانين اللي نافذة الآن وبين هذا يعني مشروع القانون، يجب أن يتم فصل بين، يعني ما معقول أني في كل قانون أسوي عقوبات وهي عقوبات هي نفسها موجودة، يجب أن يتم توحيد كل هذه العقوبات في قانون واحد. وموضوع الجرائم المعلوماتية نركز على الفوضى يعني السوشيال ميديا، وفروا لنا حق المواطنة من ثم طبقوا عليه قانون أمريكي، قانون بريطاني، قانون مدري شنو، أنت ما موفر لي حق المواطنة. إحنا كمواطنين ما نقدر نعيش بأماكننا، كل واحد رايح المكان آخر حتى يستمتع بحق المواطنة، فشلون تجي تفرض علي شغلات هي خارجة عن إرادتي الآن؟ فالتوقيت غير مناسب لتشريع أي قانون من هذا النوع، لا قانون حق التظاهر، لا هذا القانون، لا حتى قانون حصول على المعلومة الآن مو وقته، يعني مو وقت تشريع. تشغيل خطوط الإنتاج في شركة أسمدة بيجي وتطويرها إحدى محطات وزارة الصناعة نحو تصحيح المسار المتعثر منذ سنوات لدعم المصانع المتضررة في المدن المحررة بعدما طالها الدمار خلال سنوات الحرب مع الإرهاب. هذا هو حال شركة الأسمدة في بيجي، هيكل متهالك بفعل الحرب مع داعش، فنسبة الدمار بلغت 95% بعد إن كانت الشركة تغطي حاجة الزراعة العراقية من سماد اليوريا. الشركة تعرضت لأعمال داعش الإرهابي وما تلاها من عمليات عسكرية أدت إلى ضررها، فالوزارة يعني لكي تقف على واقع الشركة الفعلي شكلت لجان وزارية ولجان فنية مختصة من الشركة قامت بتقدير الأضرار ونسبة الدمار اللي لحق بالأجهزة من أجهزة متضررة ومن أجهزة مفقودة أصلا، فكانت النتيجة اللجان أنه الضرر بلغ بحدود 95%، كما لا يخفى على الكثير أنه هذه النسبة لا توجد فيها أي جدول إعادة أنه تأهيل أو تأهيل المصنع وإعادة تشغيله، لذلك احنا قاد يعني عازمون على إعادة تفكيك المصنع حسب القنوات الرسمية. من إحدى أكبر المدن الصناعية في العراق، كشف وزير الصناعة والمعادن خالد بتال عن مساعي الوزارة لإعادة إعمار المصانع المدمرة في المناطق المحررة، ومنها شركة الأسمدة الشمالية في بيجي عبر هيكلتها وإعادة تفكيكها وإنشاء خطوط إنتاجية جديدة وبتقنيات حديثة ومتطورة. نسبة الدمار 95% فهو غير قابل لإعادة الإعمار، نذهب باتجاه خط جديد بسبب لا توجد جدوى اقتصادية إذا كانت نسبة الدمار 95%، والجانب الآخر لقدم التكنولوجيا، هذا المعمل بوشر بالعمل به سنة 1985 وأنجز سنة 1990، فبالتالي التكنولوجيا هي تكنولوجيا السبعينات، الآن التكنولوجيا مختلفة، الحجم مختلف، كفاءة الإنتاج مختلفة، النوعية مختلفة، فالذهاب هو لمصنع جديد كليا. جولة البتال لا تنتهي عند مصانع صلاح الدين، فمنها يتوجه صوب نينوى علّه يصحح مسار الصناعة العراقية المتعثرة منذ أعوام. من داخل شركة الأسمدة في بيجي، محمد قادر، يو تي في. وخلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته نينوى، أكد وزير الصناعة خالد بتال عزمه إحياء الصناعة المحلية عبر تنشيط المصانع والشركات في مختلف مدن البلاد. نحن عازمون على إعادة ما يمكن إعادته، وأول نقطة يجب إعادة الإصرار والروح المعنوية لدى الموظف. أقولها بصراحة، وجدت انهزاما داخليا لدى أغلب الموظفين واستسلاما، و البعض لا يوجد لديه الطموح ولا حتى التفكير بالطموح للتغيير. هذا موضوع مهم،
ومن ثم نذهب إلى المصانع تفصيليا وإلى الشركات تفصيليا، يتطلب هذا وقت وجهد. إن شاء الله سنكون عند حسن ظن العراقيين وسنعيد ما يمكن إعادته من الصناعة الوطنية. حول زيارة وزير الصناعة خالد بتال ينضم إلينا مراسلنا في الموصل محمد سالم. محمد، بداية مرحبا بك. محمد، ما الذي تضمنته جولة الوزير هناك، وأيضا ما أبرز المحطات فيها؟ نعم علي، يعني اليوم وزير الصناعة حضر إلى الموصل قادما من محافظة صلاح الدين ليرى ما تسلمته حكومة السوداني أو الوزارة الجديدة من تركة ثقيلة للواقع الصناعي في محافظة نينوى. كما يعلم الجميع، محافظة نينوى تمتلك مجموعة كبيرة، عشرات المصانع العملاقة والاستراتيجية. اليوم كانت أولى محطات وزير الصناعة في الشركة العامة لكبريت المشراق في ناحية الشورى جنوب الموصل. هذه الشركة التي تعد من أكبر الشركات أو المصانع في الشرق الأوسط، وأيضا تمتلك خزين استراتيجي هو الأكبر في العالم للكبريت الخام بواقع نحو 600 مليون طن. اليوم جولة الوزير شملت جميع الأقسام، اطلع على حجم الدمار في هذه الشركة في هذه المصانع، أيضا ناقش مع الكوادر المتقدمة والإدارة ما يمكن أن يتم فعله في المستقبل القريب للنهوض بهذه الصناعة ولإعادة صناعة المواد الكبريتية أو مستخرجات الكبريت الخام. الوزير أكد أن المصانع هذه ستحال إلى الاستثمار بناء على بعض العروض الاستثمارية المقدمة للوزارة. أيضا أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة أن يعني توفر أموال بمليارات الدولارات لهذه المصانع، وبالتالي ستحال للاستثمار وفق مواصفات وشروط رصينة. أيضا الوزير يعني أكد أن الوزارة ستعمل على إعادة تقييم وتدقيق جميع الاستثمارات التي تم إحالتها خلال أو توقيعها خلال الحكومة السابقة. يعني اليوم حتى المهندسون والكوادر الهندسية في معمل كبريت المشرق أو الشركة العامة لكبريت المشرق كانوا متفائلين بزيارة الوزير. أيضا يعني ركز الوزير على نقطة مهمة أود أن أقولها، يعني للأسف يعني لا يوجد هنالك استهلاك محلي للمنتوج الوطني. الشركة العامة لكبريت المشرق تنتج مئات الأطنان من مادة الشب المستخدم في تحلية وتنقية وتصفية مياه الشرب، لكن للأسف يعني دوائر الدولة دوائر الماء غير ملتزمة بالقرار الحكومي الذي يلزمها بشراء هذه المادة من المصانع الحكومية والمصانع العراقية، وهنالك يعني وبالتالي تذهب إلى الاستيراد تستورد مادة الشب مخالفة بعض الأوقات للمواصفات بحسب ما سمعناه من الكوادر. أيضا يعني الوزير أكد أن الحكومة الجديدة ستلزم جميع القطاعات بأن يعني بأن تقوم باستهلاك أو سحب ما تحتاجه من مواد ومعدات من الشركات المحلية. نعم، شكرا جزيلا محمد سالم مراسلنا من الموصل. أكد عضو مجلس النواب محمد الشمري أن تفعيل الصناعة وإعادة تشغيل المصانع يخفف عن كاهل الموازنة التشغيلية، مشيرا إلى أن حكومة السودان عازمة على تقوية الاقتصاد في جميع المجالات. تفعيل موضوع الصناعة والمصانع ليس فقط في المدن المحررة فقط، وإنما في عموم العراق، لأنه يخفف عن كاهل الموازنة التشغيلية. على الحكومة اليوم أن تنتبه لهذا الموضوع وأن تعيد فتح جميع المصانع وأن تستحدث مصانع جديدة، سواء كان في المدن المحررة أو المدن المستقرة التي لم تتعرض إلى اعتداء واحتلال. اليوم السيد رئيس الوزراء عازم على أن يقوي الاقتصاد في جميع المجالات. تفاوت أسعار فواتير الماء بين جانبي الموصل أثار جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية، خصوصا مع ارتفاع الجباية إلى مليون دينار شهريا لساكني الجانب الأيسر والذي يعمل بنظام المسقفات. نحو مليون دينار هي فاتورة جباية الماء لطالب عبد. يقول إن اعتماد دائرة الماء على نظام المسقفات في قياس مساحة المنزل في جانب مدينة الموصل الأيسر لجباية الفاتورة أرهق كاهله، ولم يعد باستطاعته استخدام المياه إلا للضرورة.
أسعار قبل كانت أقل، هسه على أسعار قلت علينا من 2020 على كل مواطن عراقي، هسه يأخذون كل بيت 32,000. أنا طلع علي 817,500 وأنا سايق تاكسي، ما عندي إمكانية أدفع الفلوس. اعتماد نظام المسقفات في تقييم الأجور الضريبية في شطر الموصل الأيسر على احتساب المساحات المشيدة للمنازل والأبنية التجارية من دون اعتماد عداد الصرف الحقيقي بين بناية وأخرى كما هو معمول به في شطر المدينة الأيمن، ولد ردود أفعال سلبية تجاه الحكومة المحلية لخلقه حالة من التمييز في المدينة ذاتها. أنا أستغرب بأن هذه العدادات نصبت في الجانب الأيمن فقط، وهذا الجانب الأيمن هو المدمر أكثر، والجانب الأيسر لحد الآن لم يتم نصب هذه العدادات وبأعداد كبيرة. لماذا هذا التفرقة والأجور اللي تجي عالية جدا؟ يعني هناك في الأيسر حاليا يأخذون على البناء، أصبحت يعني الأعداد ما لها قيمة على البناء، كم طابق يأخذون عليه أموال. التباين في سعر الجباية بين جانبي الموصل تبرره مديرية ماء نينوى بتأخر موافقة إحالة جانب المدينة الأيسر للعمل بنظام العدادات. نظام المسقفات ورقة الجباية تشمل ماء ومجاري 100% وأجور بلدية، وهذه النظام عن طريق شهريا تجبى وحاليا نجبيها 4 أشهر لأن جت الموافق عليها متأخرة، فجاي نجبيها من 30 ستة لغاية 30/10. لعقود طويلة كان عداد المياه هو المتبع في العراق، إلا أن اختلاف الجباية بين جانبي الموصل باعتماد العدادات والمسقفات أثار شك بعمليات فساد مالي جديدة في نينوى. قاسم الزيدي، UTV الموصل. بشغف يتابع العراقيون مونديال قطر بما يحمله من مفاجآت، فكل احتمال وارد بعد عدد من النتائج غير المتوقعة سواء بسقوط بعض كبار المنتخبات أو فوزها بغلة ثقيلة من الأهداف. نتابع ما رصده علي العنبكي. جلسات في الشارع هنا وسط معقوبة كسائر مدن العراق لمشاهدة مباريات كأس العالم عبر شاشات عملاقة، مبان تتزين بأعلام المنتخبات وتجمعات يحييها مئات من محبي الساحرة المستديرة في المقاهي للهدف ذاته. فهذه المناسبة وطقوسها لا تتكرر كل عام، ولا سيما أنها هذه المرة تحمل عطر العود وسيماء العرب. هكذا يتابع العراقيون مباريات المونديال بنسخته القطرية المبهرة، فالتنافس الملحمي خالف التوقعات وأسقط نجوما كبيرة كألمانيا والأرجنتين. كل 4 سنوات ننتظر هاي الفرصة الحلوة، وخاصة من صارت كأس العالم ورا 4 سنوات في أحد الدول هو الجوار قطر. لننتظر أكو شغلات كلش راقية تصير باللعب، وهو كان قبل محصور بين فرنسا برازيل أرجنتين، هسه اختلفت النظرية هاي، صارت اليابان السعودية عندك تجاهد تلعب لعب كلش حلو. طبعا الشباب هنا أغلبية بالكوفي من الساعة 1 إلى الساعة 12 بالليل ينتظروا مباراة. ولع العراقيون بكأس العالم دفع المشجعين إلى متابعة المباريات في جميع أوقاتها رغم عدم تأهل بلدهم للمنافسة. أما ما يميز هذا المونديال هو تنظيمه على أرض عربية ومفاجآته غير المتوقعة. والله يعني شفنا هواي مفاجآت بهذا كأس العالم، احنا كلش هواي يعني منتخبات ارتقت بمستوى كلش عالي، يعني كانت ضعيفة يعني ما شاء الله بس شفنا أداء يعني كلش قوي. يعني مثلا عندك السعودية، أبسط شيء هي السعودية مثلا، اليابان. أما في مباراة إسبانيا وكوستاريكا فقد اصطف معظم المتابعين العراقيين مع إسبانيا ليس لتميزها فحسب، بل نتيجة الموقف الأخير الكوستاريكا مع المنتخب العراقي ورفضها اللعب على أرض العراق. أنا شجع فرنسا واليوم شجعت إسبانيا لأن عداوة يا كوستاريكا، تريد أحجيك صديق ليش ما لعبوا ضد العراق يعني بالعراق شبي بلدنا. لم تقتصر المفاجآت على خسارة الكبار، فبعض المباريات حملت نتائج ثقيلة لم يتوقعها حتى المتخصصون بالكرة، كفوز إنجلترا على إيران 6-2 والسباعية النظيفة الماتادور الإسباني في الشباك الكوستاريكية. علي العنبقي، UTV ديالا. شاهدينا نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.